هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى فيديو بلوجر. النهارده عايزه اتكلم على الشامبوهات، وايه احسن نوع للشامبو، وهل الشامبوهات الخاليه من كلوريد الصوديوم حلوه، ولا اللي فيها كلوريد الصوديوم احسن وافيد للشعر. تمام، عايزه اتكلم كده سريعا على الشامبوهات اللي ما فيهاش كلوريد الصوديوم، بقالها 3 4 سنين بس موجوده في السوق المصري، وهي اصلا طلعت اوريدي علشان البنات اللي عامله شعرها كرياتين و بروتين وكده، فعلشان كلوريد الصوديوم بيرغي فبيشيل الماده اللي هي الكرياتين من على الشعر، فعشان كده عملوا شامبوهات مخصصه من غير كلوريد الصوديوم. انا عايزه اتكلم بقى ايه، في الفتره الاخيره انتشر جدا جدا موضوع من غير كلوريد، الشامبوهات اللي من غير كلوريد الصوديوم، وطلعت بقى البنات كلها طلعت عايزه شامبو من غير كلوريد الصوديوم، عايزه شامبو من غير كلوريد الصوديوم. فانا قلت خلاص اجرب انا كمان اقعد فتره من غير ما استخدم شامبو اللي فيه كلوريد الصوديوم، واستخدم الشامبوهات العاديه التانيه اللي هي طبيه، بيقولوا عليها طبيه من غير كلوريد الصوديوم. اللي حصل قعدت لمده شهر ونص بستخدم شامبوهات طبيه اللي هي من غير كلوريد الصوديوم. اللي لاحظته ان فروه راسي التهبت جدا 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 بطريقه مش طبيعيه. فروه راسي حسيتها خلاص هتنزل دم من كتر ما هي ملتهبه. قلت يمكن المشكله فيا، الناس كلها بتستخدم عادي شامبو كلوريد الصوديوم، الناس كلها بتستخدم شامبو من غير كلوريد الصوديوم. قمت دخلت عملت سيرشات، معظم البنات بتعاني من التهاب في فروه راسها اللي بتستخدم شامبوهات من غير كلوريد الصوديوم، بتعاني من التهاب. بنات كتيره قوي بتشتكي ان شعرها بيقع. فاللي لاحظته ان اعتمادك الكامل على شامبوهات من غير كلوريد الصوديوم بيلهب فروة الراس. ليه؟ لان احنا طبيعة فروة الراس بتطلع دهون، فمع تراكم الدهون على فروة الراس بتعمل التهابات. البصيلة بتاعت الشعر نفسها مش عارفة تتنفس من كتر التراكم المواد الدهنية اللي فيها، تلتهب، ومع الالتهاب الزياده فعلا بتوقع الشعر. الشامبوهات اللي من غير كلوريد الصوديوم لو اعتمدت عليها اعتماد كلي دي كارثه كارثه كارثه. تمام، هتقولي طيب ما الشامبوهات التانيه بتنشف الشعر، تنشف شعرك ولا توقع شعرك؟ ايوه انا معاكم ان الشامبوهات اللي فيها كلوريد الصوديوم بتنشف الشعر، اوكي، وهتكلم عليها كمان شويه، بس توقع شعرك ولا تنشفه؟ اوكي، توقعه من الجذور ولا تنشفه؟ تمام، مع سيرشات كتير وكده عرفت حاجات كان لازم اوضحها. اوكي، ان الشامبوهات اللي فيها كلوريد الصوديوم انواع، اوكي، وفيها نسب لكلوريد الصوديوم نفسه، بس ازاي نستخدم كلوريد الصوديوم ده من غير ما يأذي شعرنا؟ الشامبوهات بتاعت كلوريد الصوديوم ديت من غير ما تنشف شعرنا. تمام، طبعا بيعتمد على نوع الشامبوهات. في شامبوهات بيبقى فيها نسبه كلوريد الصوديوم تبقى عاليه جدا جدا، تمام، وديت فعلا بتنشف الشعر بطريقه مش طبيعيه. وانا قلت زي في الفيديو اللي فات، اي حاجه تنشف لك شعرك هتقصفه. تمام، فاحنا ناخد بالنا من نوع الشامبو اللي بنستخدمه. نلاحظ مثلا لو لقينا شامبو بيرغي جامد قوي معاكي، تمام، اعرفي ان فيه كلوريد الصوديوم كتير، تمام، فده تبعدي عنه. لازم تستخدمي شامبوهات بترغي بس بنسبه قليله، وده انا يعني ممكن اجرب لكم انواع شامبوهات مختلفه كتير واقول لكم ايه الشامبوهات اللي فيها كلوريد الصوديوم اقل. بس انا عايزه اقول لكم ان شامبو الو كيتا اتكلمت عنه قبل كده، ده بيرغي بس الرغوه بتاعته خفيفه، فدوت فيه كلوريد الصوديوم قليل. تمام، بس لو انت واحده حابه تستخدمي الحاجات الرخيصه اللي هي موجوده في السوبر ماركت عادي، طبعا اي شامبو من غير كلوريد الصوديوم ده بيضربوا لك بالسما ويقولوا لك طبي ومش طبي والكلام ده كله، لا هو طبي ولا اي حاجه من الكلام ده خالص، مش طبي، وما هو طلع اصلا عشان الكرياتين. وطبعا الدكاتره يعني معظم الدكاتره حاليا بياخدوا نسب من الحاجات اللي بيعملوا لها ماركتنج. تمام، يعني برضو حاليا في الزمن اللي احنا فيه مش اي دكتور تصدقيه. طبعا لو لقيتي دكتور بيعمل دعايه لمنتج معين قوي اعرفي ان هو بياخد نسبه. تمام، فاحنا ناخد بالنا من الحته ديت، بس في دكاتره تانية محترمه جدا 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 ودي تمشي وراها عادي، بس في دكاتره للاسف الشديد بيمشوا ورا الماركتنج وكده عشان بياخدوا نسب. لو انت عايز تشتري واحد رخيص، تمام، ومش عايزاه ينشف شعرك،
لو حسيتيه بيرغي جامد قوي تاخدي منه نقطة، مش نقطة بمعنى نقطة، تاخدي منه كمية قليلة قوي. تقريبا قد كده، شايفين قد ايه، وتحطوا عليها شوية مية. اوكي، وتحطوها على شعركم، وتحطوها على شعركم وهو مندي، وتقعدوا ترغوا الحتة ديت بس، الحتة اللي هي جذور الشعر بس. تمام، ما ترفعيش شعرك وتقعدي تعملي شعرك كله كده، لا لا، تعملي ايه بس الحتة اللي فوق دي بس، تقعدي ترغيها بس، وشعرك التاني التاني ده تحت، يعني شعرك بقيت شعرك بيبقى تحت عادي، وترغي بس الحتة دي كده، ترغي بس الحتة دي كده. تمام، ولما تيجي تشطفيه تطلعي شعرك فوق كله كده، اوكي، علشان الشامبو ما ينزلش عليه وينشفه. يعني احنا عايزين نمنع ان الشعر ما يوصلش للشعر نفسه من تحت، احنا عايزين بس ننظف فروة راسنا بس، مش عايزين الشامبو نفسه ينزل على اطراف شعرنا. تمام، لو انت طبعا عاملة حمام زيت او حمام زيت، اوكي، برضو تراكمه على الشعر بيوقع الشعر، فبرضو لو انت عاملة حمام ومكترة قوي الزيت على شعرك، عاملة له حمام زيت. انا قلت برضو حمامات الزيت حلوة وكل حاجة، بس ما تقعدش في الشعر بشهور، اوكي، لازم تنظفيها طبعا. فانت هتحطي برضو كمية صغيرة عليها مية، وتمسحي بالراحة قوي شعرك نفسه، وانت بتعملي برضو هتخلي الشامبو ينزل عادي على شعرك لو انت عامله له حمام زيت او حمام زيت. تمام، هتخلي الشامبو ينزل عشان برضو لازم تنضفيه، بس ما تحطيش كميات كبيره قوي على شعرك عشان ينضف. والله بجد اعتمادك على الشامبوهات اللي من غير الطبيه، اللي من غير كلوريد الصوديوم، هيلهب لك شعرك جدا جدا جدا. هي دي الطريقه الصح لاستخدام الشامبوهات اللي فيها كلوريد الصوديوم. مش بتوقع الشعر زي ما الناس بتقول، والفتي ده كله، الكلام ده كله غلط غلط غلط. هي الفكره انك ازاي تستخدميه صح، كده هتتجنبي نشفان الشعر بس، وفروة راسك طبعا هتتنفس وهتبقى نظيفة. هو ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.